عايزين نتكلم عن الاختلال بقى النفسي. طيب هو الاختلال الإنسان بيبقى ليه بعض الأعراض اللي أنا لازم أعرفها عشان خاطر أقدر أعالج هذا الشخص وما يوصلش لحالة الاكتئاب. الاكتئاب. هلاقي الشخص ده مش عارف ينام، عنده الساعة البيولوجية عنده ما بقتش مظبوطة، بينام بالليل مش عارف ينام، ينام بالنهار يصحى طول ممكن النهار يصحى طول وينام. النهار، في اختلال حتى في الساعة البيولوجية بتاعته، ما بقاش زي الناس العادية تنام بالليل وتصحى بالنهار وتشتغل، لا بيميل للعزلة، شخص يميل للعزلة، عايز يقعد في أوضته، عايز ما يشتغلش خلاص ويقعد في برضه في البيت. الشهية بتاعته أحيانا الشهية قد تكون بزيادة، يعني ياكل كتير أو يبقى ما ياكلش مقفولة خالص خالص. أو ما ياكلش خالص. أنا أبدأ أشوف بقى البوستات بتاعته، أحيانا بلاقي البوستات بتاعته على الفيس، لو هو بقى الفيس هلاقيه بعض البوستات الحزينة، الحزينة. الكلام لما تتكلمي معاه حزين، لما يحط بعض البوستات عنده هتلاقيها فيها آلات للانتحار، زي مثلا يحط حريقة، يحط سكاكين، يحط الحاجات اللي هي بينتحروا بيها، أي شيء يمكن فيه الانتحار هتلاقيه جايب يعني حاجة بتدل. دي العوامل اللي بتدل على ان الشخص ده داخل في مرحلة دي ايوه دي يعني ايه اعراض احنا بنلاقيها على الشخص نفسه بيعملها، وده في طريقه، في طريقه لازهاق روحه او روح الاخرين، تمام؟ يعني اذا كان ولاده او زوجته او حد او ممكن هو يعملها دي، او او هو هو بشخصه. بيوصل في النهايه، احنا ما بنوصل يعني هو لدي في يعني ان هو يعني يا اما اما لوحده يا بيتخلص، اما مع يا اما حد. بيتخلص من نفسه الاول، يا اما بيتخلص من اسرته وبعدين يخلص على نفسه. تمام. فهنا لما انا الاقي الشخص ده حزين، الدنيا تكلميه في حاجه يقول لك ايه الدنيا سودة، الدنيا ما فيهاش صح، خير، كل ما الناس بقاش في وحشه، ناس كويسه، ما فيش كلمات شغل، ما فيش امان، سلبيه. ما ايوه فيش، عنده طاقه سلبيه على طول، على طول. صح وده كده؟ بيجي منين بقى؟ ده بيجي منين الطاقه السلبيه، وبيوصل لهذه الدرجه من ايه؟ تخيلي كده حضرتك وهو جاي ينام بيستدعي كل الطاقات الحاجات، السلبية الطاقات والحاجات اللي السلبيه ولا الحاجات اللي حصلت له في نفس اليوم، برغم ان ممكن يبقى في حاجات كويسه، كويس. لكن هو مش بيعمل فوكس عليها، هو لا، بيعمل هو فوكس بياخد على الحاجات اللي تديله طاقة سلبية بالليل. سلبيه، فلان اتكلم عليا، فلانه شتمتني، فلان قال للمدير كلمه مش عارفه ايه، المدير عمل فيا ايه، الام اللي زعقت لها وضربتها، إيه حاجات كتير، الشغل اللي مش لاقيه، كل ده بينام بيه. لو حتى هينام 6 ساعات، هو لو هينام 6 ساعات، ال6 ساعات دول جوه بيفكر فيهم، العقل اللاواعي شغال عليهم. تخيلي حد 6 ساعات او 7 ساعات او اكتر اللي نامهم قايم شكله ايه؟ قايم طاقه سلبيه، طبعا خلاص امبارح زي ده ممكن النهارده، ما ينامش كمان يا استاذه ده امل. ممكن ما يعني في ينامش ناس، ويفضل في يغذيه. ناس ما بتنامش طول الكلب الليل. بقى اللي بيقولوا عليه الكلب الاسود، اللي هو في بعض الافلام عملته كلب اسود صغير، انا بغذيه لغايه ما يبقى كبير ويبقى ياكل الانسان نفسه، يعني في بعض الافلام عملت ده. احيانا التقليد لفيلم ممكن يؤدي برضه لان هو يقعد تقمص يفكر الشخصية. ازاي يتقمص الشخصيه دي. يبقى هنا انا اخد بالي، اخد بالي من الاعراض ديت، لان هي دي اللي هتؤدي للايه، للانتحار. كلماته السلبيه، بينام ولا لا، بياكل ولا لا، ايه اللي اتغير في حياته، كل ده كل اللي حواليه ياخدوا باله، هو نفسه في الاختلال النفسي يقدر ياخد باله من نفسه، على ردود فكره أفعاله على هو المواقف يقدر اللي ياخد باله من بتحصل نفسه. في الحياة المحيطة بيه كمان، ايوه هنا يقدر هو يساعد نفسه ويقدر الاخرين يساعدوه، يساعدوه. يقدر يلاحظ ده يقول ايه ده، انا ما كنتش كده، انا ايه اللي حصل لشهيتي، انا ايه اللي حصل لنومي، انا ايه اللي حصل، ما كنتش بتكلم كلام سلبي زي كده، يبدا يفوق ويبدا يشوف ايه العلاج صح. ومين اللي هيعالجه. واخد بال حضرتك؟ طيب يعني فهو ده الاختلال النفسي او اعراضه اللي احنا نقدر نقول عليها بتؤدي الى يعني احنا الانتحار.